الناس، على الشغيلة، على الطبقة العاملة. وخلي ولا عندك سيرة انسان كلها برا او تيخرج السيد زيرو، لانه لا 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 ما تعاودهاش، راه فاهمينها فاهمينها مزيان. لان الانسان تيمرض وتيصدر حكم مستقل ما ياخذش ريال. باقي لا ما نتكلم، لا 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 عندي باقي ما تكلم، الله يكرمك تكلم. انا ديال الخير وغادي نمشي. اسمع لي اخوان، واللي عنده شي عقليه اللي باغي يدير يمشي يديرها في دارهم، واللي عنده شي حاجه حنا مناضلين وغنبقاو مناضلين وغنموتوا باتحاد العام، ولكن اللي عنده يعمر ليه راسو يمشي يعمرها في دارهم. الله يعاون. هذه حكومة دون المستوى، هذه حكومة دون تطلعات الشعب المغربي. واخا وجود ديال حزب الاستقلال، طلع والله بحزب الاستقلال احنا مازالين بلايصنا. الا طلع عاود حزب الاستقلال راه احنا غادي نقولوا خصو يعاوننا، خصو يساعدنا، خصو يساعدنا في القطاعات في الوزارات. الا كانت غير وزارة تجهيز اللي فيها الامين العام براسو راهم كيعانيو. خاصنا الخطاب ديالنا ما يكونش خطاب مزدوج، يكون خطاب واحد. نحن مع المواطن المغربي، نحن مع رفع هاد العبء اللي على المواطن. اليوم المواطن المغربي ينتظر ان النقابات تكون بجانبه، ولكن باش نكونوا حنا، حيت حنا في الحكومه وحيت حنا في الاغلبيه، نرجعوا مكتوفي الايدي. تنتكلم على فاس اللي كنا كل نهار في الزنقه، اليوم حنا جالسين لا حيت كاين حزب الاستقلال في الحكومه. حزب الاستقلال اللي كان في الحكومه مرحبا، على راسنا وعينينا، ولكن ما نوصلوش اننا نرجعوا اناس ننعتوا بالمتورطين او ننعتوا اننا متواطئين. حنا ما كنتواطئوش. الحكومه كاين جوج احزاب اداريه وحزب وطني من رحيم الشعب، راه الا مشى هاد الغلا وهاد الحاله هادي راه حزب الاستقلال غادي يؤدي ثمن كبير، لان هادوك الاحزاب الاخرين احزاب اداريه ما كيحشموش الا خادوا شي حاجه في حق الشعب. دابا عنده الدري عنده 30 ولا 35 عام، ليسونسي انجينيور ميم ما خدامش، كيعطي 50 درهم في النهار باش يتقهوى، وهذا باقي كيتحمل لو روتريتي مسوح. حنا راه تماره من المهدي الى اللحد، راه ماشي لو روتريتي تاع الاوروب، كيمشي يدور في سريلانكا. خصنا نحبسوا هذا الشيء، راه خطير. راه الى النقابه دوزت هذه راه غير تحفر القبر ديالها. وكنناشد الاخ الكاتب العامي ناضل من عندي اجل هاد القضيه، يعني كنقول ليه هادي ماشي ديال السي اخر النشور بعتو، هادي ديال السي عباس الفاسي. شتو سر النجاح ديالكم الاخوان الاخر؟ ما عندكمش مره طالع الخطاب ومره نازل، عندكم خطاب واحد دائما، خطابنا خطاب واحد وما غاديش نغيروه. فما نبغيش يكون عندنا عياشه الا تكلم شي كاتب وطني باحترام، باحترامين. ما نبغيش بعض ينوضوا ويدخلوا سيب الفاطمي. لا نكمل، لا تي سيب الفاطمي، غادي نكمل اسي، غادي نكمل انا سي الفاطمي. الا بغيت تجي تكلم في بلاصتي مرحبا. انا الا كاين شي واحد عنده شي حاجه معايا شخصيه معايا انا في الدوله الامميه، يكون عنده الجرأه ونخرج انا ونتكلم فيه. واحد القضيه بلا راني صفحة بيضاء، ما عندك شي واحد ما يكتب فيا أو ما يوسخ لي، ما عندي حتى حاجة. شكرا. الدار البيضاء ومع التواضع ديال جميع الاخوان اللي كان عندهم الحق يكونوا كتاب جهويين ديال الدار البيضاء، وفضلوا بانه يكون النشيط هو الكاتب العام باش نعاودوا الثقه فيه. كذلك اطار حزبي، كذلك العبد الضعيف الذي امامكم هو اللي فرض بانه نشيط يكون مفتش ديال الحزب للنضال ديالو. والا كان الغبن باش مزيان، الا كان الغبن او الاقصاء يا سيدي سي الفاطمي، الا بغيت تجي تتكلم في بلاصتي مرحبا. اعتقد بانه من الابجديات الاتحاد العام، ومن الابجديات
الحوار اللي خاصو يكون داخل الاتحاد العام حينما نبتدي جلسة ويفتتح الكاتب العام نسمع العرض للكاتب العام، وبعد ذلك الجميع الأخوات والإخوان الحرية المطلقة في أنهم يقولون ما يريدون. وأعتقد بأنه طيلة هاد 5 سنين اللي احنا داخل الاتحاد العام زيان من نبدأ بهالشي، ما عمري قلت لشي واحد سكت ما تكلم، ولا ما عمري نقولها، اللي يبغى كل شيء يقول شي حاجة الاتحاد العام يقوله. هذا منطق الشفافية والنزاهة داخل الاتحاد العام وعدم وجود محسوبية ولا الزبونية. أنا كل شيء اللي حاضر هنا واللي غايب واللي ما كاينش والأخوات في الأقاليم كلهم كنعتبرهم أخوات وإخوان ديالي. ولا تنسوا هذه مزيانة، ولا تنسوا شكرا على انه نظن بان قيادتكم داخل الاتحاد العام تشتغل في واد، والاخوات والاخوان يشتغلوا في واد اخر، بل بالعكس احنا دائما كنعاود نقولها وراها بالمناسبه راه سي مستقيم نهار التصويت نهار رئيس الحكومه اللي منح الثقه للحكومه، واخا حنا في المجلس المستشاري لا نمنحها، ولكن حينما عرض رئيس الحكومه البرنامج ديالو قلنا له بالحرف الواحد قلنا له نحن ندعمكم، قال السي مستقيم، ولكن كذلك حينما تخطئون نقول لكم بأنكم أخطأتم من أجل تصحيح الخطأ، وندعمكم حينما تكون شي حاجة اللي خاصنا ندعمكم عليها وخاصة وكنشوفوا بأنها في صالح الشعب المغربي. هذا هو خط الاتحاد العام شغل الله مش خرج به. وأنا في لقاء قلت واحد القضية على أنه في الحكومة ديال عباس الفاسي الأخوات والإخوان احنا اللي خرجنا حكومة الفاسي حكومة المآسي، الاتحاد العام شغالين المغرب هو اللي كان كيقولها في الشارع، راه ماشي شي نقابة أخرى، ولذلك نحن لا نخشى بأننا نقولوا بأننا احنا مع كل الإجراءات التي تكون في صالح المواطنات والمواطنين، وسنقف أيضا ضد أي إجراء اللي غادي يمس بالقدرة الشرائية ديال الطبقة الشرائية المغربية. هذا هو هادشي علاش حنا كاينين داخل النقابه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف مخلوقاته وعلى اله وصحبه اجمعين. تحيه للاخ الكاتب العام، اخوه الكتاب الوطنيين والكتاب الاقليميين وجميع الحضور كل باسمه وصفاته. اليوم وكما العاده نحضر هذه الدوره العاديه للمجلس العام بطبيعه الحال من اجل تقييم واحد الفتره ديال العمل اللي مرات واللي بإيجابياتها وسلبياتها، وكانت الإيجابيات أفضل من السلبيات بطبيعة الحال. نفتخر أننا حصلنا على نتائج جيدة ونتائج مبهرة، ولكن كما قال الأخ الكاتب العام القادم هو اللي مهم، وما أننا في المجلس العام يجب التركيز على طريقة العمل المستقبلية أكثر ما أننا نركز على نشكروا ولا نبينوا شنو درنا. بطبيعة الحال درنا واحد الإنجاز تاريخي، إنجاز لم يسبق له مثيل بطبيعة الحال بالرئاسة أو ديال الأخ الكاتب العام نعم ميارة، ولكن ما يمكنش أننا الشمس نغطيها بالغربال. هناك كتابات أو جامعات وطنية لا تشتغل، باش نكونوا واقعيين إلا كنا داخل المجلس العام نهضروا ونتكلموا على شنو هو التنظيم وتقوية التنظيم والاستعداد للمحطات القادمة، أما باش نديروا كاتب وطني فقط أنه كاتب وطني ليس له تمثيل داخل الأقاليم. كاتب وطني خصو يكون عنده تمثيلية داخل الأقاليم، كاتب وطني خصو يكون حاضر داخل الأقاليم، كاتب الوطني خصو يكون كيساعد الأقاليم، ولكني ماشي جلس في الرباط ويقول لي أنا كاتب وطني. كاتب الوطني خصو يكون كاتب وطني على قد السمية ديالو على قد القطاع ديالو. وبالتالي اليوم حنا مرغمين، ما تنقولوش بان حنا لابد اننا الا بغينا نقويو التنظيم ديالنا وبغينا نمشيو بالاتحاد العام لطريق اخر ونتصدروا مره اخرى في 2027 للاستحقاقات، فلا بد اننا نشوفوا مكامين الخلل او مكامين اللي يمكننا نصلحوهم،
ما تنقصوش شي كاتب وطني بعينه، ولكني كاين كتاب وطنيين راهم عارفين عندنا مدينه فاس كاين مكاتب اقليميه ما كايناش ديال مجموعه القطاعات. كاتب وطني خصو يكون كيتمثل داخل المدينه. اليوم الاتحاد العام الشغالين بالمغرب لابد انه يتكلم لسان المواطن المغربي، غنقزو ما هو تكلمنا عليه اللي هو تكلمنا على شنو جاي، شنو هو اللي هو الحوار ديال النقابات مع الحكومه. اليوم الاتحاد العام مرغم انه يتكلم بلسان المواطنين. اليوم المواطن المغربي ينتظر ان النقابات تكون بجانبه، ولكن باش نكونوا حنا حيت حنا في الحكومه وحيت حنا في الاغلبيه نرجعوا مكتوفي الايدي. فاس انا تنتكلم على فاس اللي كنا كل نهار في الزنقه، اليوم حنا جالسين لا حيت كاين حزب استقلال في الحكومه، حزب استقلال اللي كان في الحكومه مرحبا على راسنا وعينينا، ولكن ما نوصلوش اننا نرجعوا اناس ننعتوا بالمتورطين او ننعتوا اننا متواطئين. حنا ما كنتواطئوش، وقلتي يا الاخ الكاتب العام وقلتي في كلامك بانك حتى شي واحد هنا ما كتهمو بشي حاجه قبيحه منذ توليك، وبالتالي خصنا نبقاو في وجهنا صحيح، نبقاو وجهنا مزيان، ونبقاو في ذاك الصفه اللي حنا عاهدونا بها الناس. خصنا نخرجوا ونقولوا للناس فاتح ماي بان هذه حكومه دون المستوى، هذه حكومه دون تطلعات الشعب المغربي، واخا الوجود ديال حزب الاستقلال، علما اننا عندنا الصفه النقابيه وعندنا الصفه السياسيه. حزب الاستقلال نهار طلع دابا للحكومه حتى شي واحد ما ساعدنا في حزب الاستقلال، لا على الصعيد لا القياده الوطنيه ولا المحليه ولا الجهويه. الا كنا غنفتخروا بان حزب ديالنا كاين في القياده ديال الحكومه خصنا نكونوا نستنفعوا، لان ما نحشموش نقولوها ان النقابه ديالنا تستنفع. النقابه ديالنا ما مستنفعاش، طلع والله بط حزب الاستقلال احنا مازالين بلايصنا. الا طلع عاود حزب الاستقلال راه حنا غادي نقولوا خصو يعاوننا، خصو يساعدنا، خصو يساعدنا في القطاعات في الوزارات. الا كانت غير وزاره تجهيز اللي فيها الامين العام براسو راهم كيعانيو، وبالتالي الا كنا نقابيين ونتكلموا بخطاب نقابي ما خصناش اننا نكونوا كنافقوا ريوسنا. الا كان هذا مجلس عام، هذا مجلس عام من اجل التفصيل، وخصنا نفصلوا ونمحصوا شنو كنديروا. حنا خصنا الا كنتيو وصلنا لواحد المستوى نحافظوا على ذاك المستوى، نحافظوا على المستوى اللي وصلنا له، نحافظوا على هاد المكاسب اللي خدينا. لان اليوم راه حنا تنهضروا على واحد النقابه معينه، هذيك النقابه معينه ما بقات توصل دابا للحاضض وهو دا لاكورب ديالها الا بهذا الشيء اللي حنا فيه. حنا اليوم خصنا النقابه ديالنا الا قبضت واحد المنصب، ملي تنقول المنصب اتكلم على الاشخاص، الا قبضتي المنصب خصك تكون جزء من تقوية هذا التنظيم، ماشي تشد المنصب وتجلس والسلام عليكم. لا، بغينا التنظيم يتقوى، باش يتقوى التنظيم خاصنا الخطاب ديالنا ما يكونش خطاب مزدوج، يكون خطاب واحد. نحن مع المواطن المغربي، نحن مع رفع هاد العبء اللي على المواطن. منيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد منيب اكس سوناسيد اكس كاتب عام ديال الشركة الوطنية للحديد والصلب، مستشار جماعي بالناظور باسم حزب الاستقلال لولايتين، مراسل جريدة لوبينيو في الشرق لمدة 20 سنة، استقلال وليجي تايم ديما في القلب، واخا حاليا روتريتي. التدخل ديالي هو انه كنبدا كالعادة كاع الاخوان كيتمنوا التدخل ديال السيد الكاتب العام، الكلمة ديالو اللي حمرات لينا الوجه واللي حيدت علينا بزاف، تقول أنه كلمة ديالو مفادها أنه وصل السيل الزوبة وأن الاتحاد العام ما بقاش قاد يصبر. ولو أن الأخ مديان تخوى على هذا التصريح وما يتحملش معاه المسؤولية، إلا أنه حنا في الاتحاد العام فخورين بهذا التدخل اللي حيد علينا كاع الشبهات سيرتو من طرف الخصوم. لان ما نساوش الاخوان اننا في الحكومه كاين جوج احزاب اداريه وحزب وطني من رحم الشعب. راه الا مشى هاد الغلا وهاد الحاله هادي راه حزب الاستقلال غادي يؤدي ثمن كبير، لان هادوك الاحزاب الاخرين احزاب اداريه ما كيحشموش الا خادوا شي حاجه في حق الشعب، بخلاف حزب الاستقلال اللي هو الحزب الوطني هو تاريخ هاد الامه هادي. إذن حذار وحذاري، وكنشكر
كنشكر الاخ الكاتب العام على ديك الكلمه لانه صحح لينا داك الشيء ورانا شكون حنا. هذا من جهه. التدخل ديالي انه حنا مقبلين على الحوار. كنبغي نبال واحد القضيه ان الاخ شار قبيله المؤسسه الحوار كنقول ليه هذه ماشي ديال السي اخر النشور بعتو، هذه ديال السي عباس الفاسي مؤسسه الحوار. مي كنا كنديروا الحوار في شهر 4 وفي شهر 9 ومي كنا كنطبقوا الزياده في شهر 5 وفي شهر 9 كان السي عباس الفاسي كان كيعطي الزياده في شهر 5 وكيعطيها في شهر 9 وكنفضيو ديك الزياده ديال دي بورسون في السميك في العام. ماشي بحال دابا يعطيوها لينا في شهر 9 في 2022، اذا 3 شهور اللي استفدنا في السنه في 2022 وجبدوا علينا 3 شهور اخرى حتى 2023. هادو كيتفلاو علينا. هذاك الحوار ناقص مقارنه مع مكتسبات الكبيره في حكومه عباس فاسي ونفتخر بها. احب من احب وكاريه من كاريه. حاجه اخرى كنبه بان نقابه ديال باترونا راه مشعله كاع الضواو على الاجهاز على حق الاضراب، لدرجه ان قريت استجواب مع الكاتب الوطني ديال النقابه ديالهم انهم كيلمحوا ما غتكونش زياده الا ما سناوش اليوم النقابات على قانون الاضراب الجديد. هو ماشي قانون الاضراب، هو الاجهاز على ما تبقى من حق في الاضراب، لان لا قريتوها الاخوان بتمعون. اولا كيقول لك خاص 75% اللي تقولوا اسمه بالتوقيع، وكاين اللي كيقول لك خاصها تليغاليزا، واهم من هذا الشيء كيقول لك اي قطاع يقدر يمس بالامن الامن الغذائي وداك الشيء راه يمكن حبسوا الاضراب. يعني داروا مول السكر ولا داروا مول الزيت ولا داروا مول الحديد، كيقول لك غيوقع علينا خصاص في المجتمع خصنا نحبسوا. هذا الشيء راه خطير، راه الا النقابه دوزت هذه راه غير تحفر القبر ديالها. ما نكذبش عليكم، لان ديجا عندنا الحق ديال الاضراب دابا، وشوفوا الحاله كي دايره. الطرد وتمشي للمحكمه ما كاينش حق، عاد بالاحرى حيدوا لك حق الاضراب اللي هو حق دستوري. راه كارثه الى تحيد الاخوان. وكنناشد الاخ الكاتب العام ناضل من اجل هذه القضيه يعني بصفه نهائيه، لان الباترونه ما باغا تدير والو، ما باغا تعطي حق للنقابي، ما باغا تعطي زياده، ما باغا تحيد قانون الاضراب. الوقت اللي كيسكتوا كلهم على الفصل 288 ديال القانون الجنائي اللي كيقول لك اللي دار الاضراب ولو ساعتين يمشي للحبس زائد غرامه، هذه ما يهضروش عليها. هذا هو الاصلاح اللي خصنا نديرو في الاضراب، هو نحيدوا الفصل 288 من القانون الجنائي بعدا. سينو راه حنا تنتفلاو. هذوك الناس جايين باش يستعبدونا وباش يفقروا العامل. حاجه اخرى انه في المدونه في الطرد التعسفي خص العامل يكون عنده الحق في التعويض وفي الرجوع للعمل. الا ثبتت المحكمه انه هذاك الطرد في حق العامل طرد تعسفي خصو يعطيو حتى الحق في الرجوع للعمل، لانه مظلوم خصو يرجع. ماشي هذاك ديال نقتلو نعطيه الديه ديالو، لا ماشي نتسنى للمحكمه 10 سنين عطيوني ديك جوج دريال اللي قال الاخ كاتب العام قبيله وما عنديش الحق نرجع، وانا حكمت لي المحكمه بانني مطرود ظلما وعدوانا. خاص يكون عندي الاختيار. هذا هو الاصلاح ديال المدونه. هما اش باغي يصلحوا من المدونه؟ باغي يفرغوا حتى هي من كل شيء ونعودوا هنا عبيد في مجال العمل بالاخص في القطاع الخصوصي يا الاخوان. النقطه الثالثه خاص لي روتريتي الاخوان، كنطلب باش اي زياده في الاجور طبق تاع لي روتريتي. ما بقاش لي روتريتي دابا عنده الدري عنده 30 ولا 35 عام ليسونسي انجينيور ميم ما خدامش، كيعطيه 50 درهم في النهار باش يتقهوى، وهذا باقي كيتحمل لو روتريتي مسوح. حنا راه تماره من المهدي الى اللحد، راه ماشي لو روتريتي تاع الاوروب. كيمشي يدور في سريلانكا، ملي كنت اوفيسي في لامارين مارشون كنت تلقاهم كيدوروا في الاسترالي وفي سريلانكا وفي الهند وفي سورابايا في فاسميتو
طولت شويه انا غادي نختم بالله غادي نتفرقع عرفتي اش وقع لي انا دابا راه وقفت من تناقبت هذه عامين واليوم راه كنفرغ هذا الكبت اللي جمعت اسمع لي والنقطة الأخرى واحد بالقطاع الخاص في لاروتريت في لاسيرونس ميارا راه لي اش كيديروا لي روتريتي إن فوا كيخرج روتريتي كيرجعوا لي داك البلافون تاع الميتويال الخمسة المليون بمعنى لا دار دياليز ولا شي عملية ديال القلب ولا خصو يمشي للبنكة بخلاف مثلا السي ان اس اس ولا الكنوبس هذوك عندهم مفتوح داك الشيء بحال لي زاكتيف اما مثلا اكسا ولا الوطنيه ولا وفاء اسيرونس كل شيء دي زاسيرونس كيرجعوا داك الشيء كيهبطوه وكيبقى له روتريتي عيش في واحد سميتو وشكرا استجابه الطلب ديالك ما باقي ما يتقال عامر كل مهنه واش مصطفى تو كان هكا لا 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 مصطفى كان في العماله ما قدرش يتكلم كان سكوتي انا كان سكوتي مصطفى كان في العماله خو صاحب هذا الاخ اصغر ديالي وشكروا لي راه بعيد ما عنده الله يبارك قال لي رجل مصداقيه وراه قال لي راه عندكم قياده في المستوى الله يبارك وانا انا ما عندي تغارض معاه راه كنقول هكا والاخ ديالي راه ماشي في النقابه ديالو باغي معاه شي حاجه ولا هادي راه صح لا بغيت ندوزو لكم دابا في التليفون ندوزو تاكسيات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الأخ الكاتب العام الاتحاد العام الشغالين بالمغرب الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة للاتحاد العام الشغالين الإخوان الكتاب الإقليميون ما تشوفش فيا بزاف باش ما نضحكش غير الإخوان الأخ الكاتب العام واحد التحية خاصة بعمالة المضيق الفنيدق للأخ العزيز هو السي سيبا من مدينة الفنيدق ومرتين والمضيق جميع الإخوان المناضلين تحية خاصة تحية خاصة للأخ الكاتب العام اللي رفع لنا القبعة واللي ثلاثة ديال المكاتب اللي اتصلوا بنا البارح غادي يلتحقوا باتحاد العام مجرد على الخطاب ديالو ديال قلعة سراقنا كما كيقولوا بلا ما نقولها أنا الحمد لله كيشرفنا وجميع المناضلين صبحوا كيتصلوا بنا وكي بصراحه كينوهوا بالاخ الكاتب العام ديال الاتحاد العام على الكلمه ديالو اللي تقالت وانا كنقول لك ثلاثه ديال المكاتب ديال الجماعات اللي هما غادي يلتحقوا بنا من مورا رمضان ان شاء الله بن يونس والعليين والفنيده ثلاثه ديال المكاتب اللي غادي يلتحقوا بنا بناء على الكلمه ديال الاخ الكاتب العام هذه ما استقطبناهمش حنايا هادو كيتحاسبوا له هو حنايا بالنسبه لنا الاخ الكاتب العام طبعا لان حنا بالنسبه كاين جوج ديال الوزارات اللي راسلناهم وراسلناهم ولكن البيبان مشدودين وزاره الداخليه وزاره النقل الموضوع الثاني باش ما نطولش بزاف الموضوع الثاني الاخ الكاتب العام واللي هذا كيخصو تدخل عاجل واللي انت اللي مسؤول عليه وطلب من الجهه انا كممثل جهه طنجه تطوان الحسيمه لقطاع النقل سيارات الاجره طلب خاص عندنا مشكل في العرائش اما الجهه الحمد لله كامله مهيكله عندنا مشكل في العرائش السيد العامل شاد البيبان ديالو في ظرف شهر عملنا 11 مكتب نقابي في اقليم العرائش لكن بالحكم ان الاحتكاك ديالنا مع داك المكاتب واستقطبنا داك المكاتب شدوا البيبان العماله لا قسم الاقتصادي لا الكاتب العام
لا السيد العامل لا الديوان، حتى واحد ما بقى كيستقبل شي واحد. مع العلم عملنا مراسلات للسيد العامل واحد العدد المراسلات، عمل الكاتب الوطني واحد العدد ديال المراسلات. اليوم وهذا موضوع اخر عاود اللي خصني غادي نتكلم عليه واللي كيخصك يعني هذا خصو يتحل اليوم قبل غدا، لان 11 ديال المكاتب اللي هما موقفين وصل الايداع ديالهم ما بغاش يتعطى لهم، لان دفعوا الحاله المدنيه ومن بعد عيطوا عليهم قالوا انتم راه ما عندكمش الصفه. هذا السيد الكاتب العام خصك تعمل التحريات ديالك وتشوف هذه المساله. هذه ما غادي نقولش انا شكون هذه، هذه المساله خصك الله يخليك يعني اليوم قبل غدا. كنتمنى مساج داز صافي السلام عليكم بلا ما نزيد بارك عليك الباقي انك لم تجوني. راه فارس كيقول بانه غادي باغي يجيني تجون كمل الكلام. شكرا اخوان واستسمح الى طولت عليكم والسلام عليكم. شكرا سي شكون سي فاطمه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ الكاتب العام المحترم، إخواني أخواتي مستشارات مستشارين، إخوان أعضاء المكتب التنفيذي، باستثناء ما غاديش نتكلم ولكن إلا عند الضرورة غادي نتكلم. أخواتي إخواني الكتاب الوطنيون وكتاب الإقليميين، السيد الكاتب العام المحترم، قبل ما ندير المداخلة ديالي البسيطة أولا البسيطة لأنه في الحقيقة تعبت باش نوفر نخلي الأخوات الإخوان المتواجدين من الأقاليم يتكلموا، تعبت باش نتواصل معك. تتعرف ولكن دابا سأضطر باش غادي نقول بعض الملاحظات. اولا عندي ملاحظات، انا السيد الكاتب العام المحترم كاتب وطني كبحال الاخوان ديال الشباب والثقافه والتواصل. السيد الكاتب العام المحترم، عندي اولا ثلاثة ديال الملاحظات قبل المداخلة. الملاحظة الأولى سيد الكاتب العام، واستسمح إلا كانت هذه جريمة الله أعلم، أنني خلقت كبحال باقي المناضلات والمناضلين وأكثرهم وأكثر مني هنايا كاين اللي مشى للسجن هنايا، خلقت في أسرة استقلالية. إلا كان أنا خلقت، أنا أكبر منك سيد الكاتب العام وأكبر من الجميع هنايا تقريبا، خلقت في أسرة استقلالية. إلا كان هذا الشيء كما قال الاخ خصو ضريبه الله اعلم، هذه وحده. فما نبغيش يكون عندنا الاخوه الاخوان ان تسالي الاقاليم كامل، تنشوف التعب وتنشوف الالام ديال الكتاب الاقليميين هاد المتواجدين، وتنشوف التعب والالام ديال الاخوان اللي يخدموا النقابه. شنو هي النقابه؟ معنى النقابه هي تحقيق اغراض ديال الناس، حمايه الناس، هذه هي النقابه. الا ما كانش ما كاين والو غادي نكون هذه النقابه، تهضر على النقابه، خلي المبادئ وكي كبرنا والسياسه وهذا الشيء. فما نبغيش يكون عندنا عياشه الا تكلم شي كاتب وطني باحترام، باحترامين ما نبغيش بعض ينوضوا ويدخلوا سيب الفاطمي لا نكمل لا تي سيب الفاطمي و... لا تي غادي نكمل لا لا لا. غادي نكمل انا رشاد بالزربل الله يجازيك الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان انا عندي واحد المداخله ولكن قبل غادي نقول واحد الكلمه، لانه عشنا مع خمسه ديال الكتاب وكانوا الجميع تيعرف انه لما كانوا هاد الكتاب ما كانوش يخليو بعض الاخوان. اليوم ملي تتفتح الباب، اليوم ملي جبنا النتائج، اليوم ملي ولينا حنا الاولين، اصبح كل واحد تيقول والمكاتب وكذا. اللي بغى يعطي الدرس يمشي يعطيه النقابه الوطنيه ديالو ولا ديال اي مكتب. راه الناس كنا حنا تناضلوا وكنا تنديروا النضال، ولكن اليوم ما يمكنش اننا بعد اننا نجحوا
ويجيو بعد الاخوان انه ماشي في السوق وماشي يتكال على انه هذا راه مجلس تكلم على قطاعك، تكلم على هموم الناس، على الشغيله، على الطبقه العامله. وخلي ولا عندك صراعات زين كلها برا. لا اله الا الله، صافي بارك عليك. باقي لا غنتكلم، لا 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 عندي باقي ما تكلم، والله حتى نتكلم. لا لا الاخوان انا عندي ثلاثه ديال النقاط اللي هي الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. لا ابا كان ترسل ديالي والله. الاخوان عندي ثلاثه ديال النقاط اللي هي مهمه جدا اللي تنعانيوها احنا في مديريه ديال التشغيل، واللي واجب الاخوان اللي هما تيمشيو ويمثلوا على انهم يقيدوا هاد النقاط اللي ولينا تنتكرفسوا فيها. النقطه الاولى الاخوان، لاننا المدونه في 2004، اليوم المدونه ديال 2004 خصها التغيير، لان تتحارب الاجير وتتحارب وزاره العداله ودارت اجتهادات في بعض البنود، ومن ضمنها المادة 272، هاد المادة الخطيرة اللي أصبحنا تنعانيو منها، لأن الإنسان تيمرض وتصدر حكم مستقل ما ياخذش ريال. تنهضر على القطاع الخاص الإخوان اللي تنعانيو في هاد المواد. وكاينة المادة 62 اللي جات وزارة العدالة والتنمية بعد ما أن كان في المدونة أن الاجتماع الحق الأجير أنه يطلب المندوب أو يطلب من ينوب عنه أو مديرية التشغيل. جات اجتهادات وداروا على أساس أنها يدار في الشركة، وصبح مول الشركة لما تنديروا مكتب نقابي تيصدر فيه بيان على أنه استماع، وتجيب عون قضائي وتدير له الاستماع، والغد تدير المادة ديال الفصل. لأننا وحنا ملي غنقولوا المدير التشغيل أو المفتش دير لأنه الفصل طرد نظرا لابتناء النقابي، تيجبد هو هاد المادة اللي تيربح بها دائما داخل المحكمة وتيخرج السيد زيرو. لأنه لا 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 ما تعاودهاش، راه فاهمينا مزيان. كاينه العلاوة ديال الأقدمية، المدونة ما مشرحهاش لينا مزيان، لأنه الإنسان لما تيخرج تيبغي الحساب ديالو، وفي إطار ديك الحساب ديالو هناك مرجعية داخل المدونة، وهم تيقول لك بأنه كاين فصول مادتين على أنه تيبدا يعطي الحساب اللي بغا هو. وهذه خصتها هي أننا تفصل على هذه العملية، لأنه صبح واللي خطيرة الإخوان. لاحظوا مزيان، كاين بعض المفتشين وبعض المنادب شدوا التقاعد ديالهم، واللي شد التقاعد يمشي للجامع يتوب الله، صبحوا مستشارين قانونيين مع المؤسسات، ودوا معاهم الكتاب ديال الهواتف ديال المؤسسات، وصبح انه الا بغيتي دير كونفلي تيمشي لعند المستشار القانوني تيقول له بلا ما تمشي، وتنوليو استدعاء عند العامل ما تمشيش، راهما غير لجنه ديال الصلح. وهنا تيتلاعبوا بالمدونه، اصبحوا هاد الناس تيعطيو مستشارين وتيتخلص. راه كاين المستشار القانوني اللي تيخذ 500 درهم مجرد في دقيقه، تيرشح الانسان ويقول له اش دير. راه هذه هي المعاناه الاخوان الحقيقيه، لانه اللي تنعيشوا معها الطبقه العامله يوميا. رشاد شكرا، رشاد خير، عندنا مواضيع اخرى. واللي كنطلب من الاخوان، بارك عليك يا رشاد، انا ديال الاخرى وغادي نمشي. يلا بزاف. اسمعوا الاخوان، راه تاسس الاتحاد العام في 1960، انا تنعتبر وراه قلتها دائما، راه الناس والشهداء والارواح اللي ماتت واللي نضلات من اجل تاسيس ديال الاتحاد العام، راه في 2023 راه ناضوا قالوا الله يرحم الوالدين، هاد الناس راه جابوا لنا الانتصار. راه لأول مرة في التاريخ أننا تنديو وتنديروا الناس
ديال المجلس المستشارين ولا الاخوان. شكرا 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 نكونوا واللي عنده شي عقليه اللي باغي يدير يمشي يديرها في دارهم، واللي عنده شي حاجه حنا مناضلين وغنبقاو مناضلين وغنموتوا في اتحاد العام، ولكن اللي عنده يعمر ليه راسو يمشي يعمرها في دارهم. الله يعاون. سمحتوا لي الاخوان غادي نعاود شي حوايج من باب التاكيد فقط. حنا راه الا كنا كنقولوا كنفتخروا بالقياده ديالنا راه كاين ما يبرر هذا الافتخار هذا، ورأفه بكم راه ما غاديش نطول. اول مره ما كنكتفيوش فقط باننا كنضاعفوا العدد ديال المستشارين ديالنا، بل انه تزادت واحد المباراه اخرى بعد ما تسالت الانتخابات وتزاد واحد الرقم، ورقم كبير في المعادله. وبالمناسبه كنحيوا الاخوان ديالنا في مجلس المستشارين على الجهود الطيبه وعلى حسن التواصل. حنا حيت كنتكلموا كذا وكنفتخر بواحد المجموعه ديال المداخلات ديال الاخوان اللي كتعبر على علو كعب هذا التنظيم، وكنفتخروا كذلك بالمداخله ديال الاخ. ولكن حتى حنا راه من الواجب علينا نسوقوا لواحد الحوايج. شنو هي هاد الحوايج؟ الاخ راه سبق جوج ديال المؤسسات الدستوريه، الاخ الكاتب العام عندما تكلم بواحد النفس نقابي رصين مسؤول، وتكلم بلسان عضو في اللجنه التنفيذيه، وتكلم بلسان رئيس، يعني وهو عنده صفه ديال رئاسه المجلس ديال المستشارين، شكون اللي تكلم من موراه؟ راه تكلم من موراه المندوب السامي للتخطيط، وتكلم من موراه والي بنك المغرب. وهذا الشيء راه ماشي سهل، راه ماشي سهل. ليكون كان الاخ الكاتب العام تكلم من موراهم غادي نقولوا واقيلا هو قفز عليهم. ولكن ابان الاتحاد العام اللي شغالين على انه واحد النقابه عتيده عندها تصور عندها رؤيه عندها تخطيط، وهذا كيحمل علينا واحد كيعطينا واحد المسؤوليه اننا نحاولوا نستمروا هذا النفس اللي كانوا قالوا الاخوان في البيان ديالنا ولا في البلاغ ديالنا. وكنشكركم جزيل الشكر واعتذر الى طولت عليكم. السلام عليكم. خاص الحكومات دير ودير 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 في اطار الحوار الاجتماعي. اذا سيكون بيان مسؤول وفي جميع الرسائل ديال الاتحاد العام الشغالين بالمغرب، واساسا هو نحن نثمن كل خطوات اللي دارت الحكومه فيما يخص هذه القضيه ديال الحوار الاجتماعي مأساسة، والقضيه المكاسب اللي بدينا منها، ولكن راه باقي النقاط اللي كتهم الطبقه الشغيله عالقه، باقي هذه القضيه ديال الغلاء خاصه نجتهدوا فيها، باقي القضيه ديال تحسين الدخل، باقي القضيه ديال الحريات النقابيه. هذا هو البيان ديال الاتحاد العام اللي خاصو يكون. هذاك اقتراح غادي، لا هذاك انا قلت لكم قبيل ما نديروش بيان، هذاك اول حاجه غادي نحطوها في الحوار الاجتماعي الرئيسي مع رئيس الحكومه. انا اعطيتكم قبيل الخطوط العريضه اللي غادي نتكلموا فيها بسميتكم حينما نلتقي رئيس الحكومه. هذا واللي الا كنتم متفقين معايا هذا هو الخطاب ديالنا غادي يكون رئيس الحكومه. هذو هما الحلول اللي غادي نعطوا رئيس الحكومه، وما نعطوهاش دابا في الاعلام ليمشي شي حد ياخذها ويبدا يتبناها ويبدا يخدم عليها. كاين شي حوايج اللي خاصنا حنا نقولوها لرئيس الحكومه باش تسجل بين الاتحاد العام اللي قالها. فهمت فهمت. اذا بياننا سيكون بيان مسؤول متزن في هذه الاشياء اللي كان واللي هو بيان دائما ديال الخط. شتو سر النجاح ديالكم الاخوان والاخوات؟ راه ما عندكمش لي دودان، ما عندكمش مره طالع الخطاب ومره نازل، عندكم خطاب واحد دائما، خطابنا خطاب واحد وما غاديش نغيروه. على ما غاديش نغيروه لانه خطابنا خطاب نابع من الوطنيه ونابع من كيشعر به الناس والهموم ديالنا كاملين. ولذلك هذا هو تقريبا المحاور العامه ديال البيان اللي غادي تكون. اذا الى اتفقين معي على هذه النقطه نعطوا للاخوان يصيغوا البيان باش ان شاء الله الرحمن الرحيم حينما يكون جاهز مسوده البيان غدا نصروا نديروها في الموقع ديال الاتحاد العام والاعلام. القضيه الاخرى انا شوف باش نقول لكم مزيان، التصرف ديال الاخ بالفاطمي قبيل هو تراكم ديال مجموعه ديال التصرفات، وراه قلتها له قبيل قدامكم. انا بزاف ديال الاساءه دارها الاخوان داخل المكتب التنفيذي، وانا كنقول لهم صبروا وسكتوا. انا الا كاين شي واحد عنده شي حاجه معايا شخصيه معايا انا كنعمى ميار يكون عنده الجرأه ونخرج انا هو نتكلموا فيها، ولكن هذه حرمه ديال الاتحاد العام، والحرمه ديال الاتحاد العام يناقش فيها القضايا ديال الاتحاد العام ماشي قضايا شخصيه، ماشي فلان مع فلان فلان. بالرغم من انني انا لا احس بان عندي شي حاجه شخصيه مع ابو الفاطمي ولا حزازات ولا كذا مع اي واحد من الاخوات والاخوان، ما عندي حتى شي حاجه بحزازات مع شي واحد. المواقع رانا قلناها ونعاود نقولها، المكتب التنفيذي مكتب تنفيذي للاتحاد العام،
وجب علينا الاحترام ديالو والتعامل معاه في اطار الاخوه. واحد القضية نقول لكم، راه حتى شي حد فيهم ما عمرو دار بانه هو ما نعرفهاش ولا كيتكبر على الناس ولا كاملين، غير الاخوان ديالكم كتعرفوهم سنين، هذا معاكم عايشين معاكم، احنا اخوه، ما عمرنا درنا رئاسه على شي واحد، ما عمرنا ورينا لشي واحد ان احنا كبر منه، احنا بالعكس احنا خدامين عندكم كاملين وخدامين باش نرفعوا الاتحاد العام بكم كاملين، وماشي رؤساء عليكم، ماشي رؤساء عليكم، هذا هو العمل كيكون خدام. ولكن عاود ثاني، انا اللي كنت كنادي خدمات الاتحاد العام يوجب على المناضلين والمناضلين يحترموني باش يخافوا مني، يحترموني ويعطوني قيمتي، ماشي انا كتب تنفيذي كامل والكتاب الوطني يعطيهم قيمتهم باش في فيزافي ديال الناس الاخرى تعطي قيمه كذلك للاتحاد العام. راني عارف راه كاين بيت شعري كيقول لك والعود في ارضه كالحطب، كاين بزاف الناس كيبان لكم عاديين دابا معكم هنا، ولكن ملي تمشي معاه لدارته راه كتلقاه سبع او كتلقاها لبؤه. ولذلك ما نبخسوش العمل كيقوموا به ناسنا قيادات ديالنا، راه حينما نبخس العمل كيقوموا بقيادتنا نبداو نقولوا فلانه وفلان وكذا وكذا، راه نبخس التاريخ ديال الاتحاد العام. انا شي بغيت نوصيكم عليه، وما يدخلش شي واحد منكم مع الاخوان المنسقين ديالكم وكذا، بالعكس هذه قوه اضافيه كتنضاف. وإلا كاين الطموح مشروع عند الجميع، دائما كنقولوها، راه خاص تغيير النخب وخاص الناس تجي وناس تطلع وناس تعطي بلاصتها للاخرين، راه طبيعي جدا وخاصو يكون داخل الاتحاد العام باش يمكن الاتحاد العام يعيش. ولكن ما هكذا تولد الابن، ما هكذا يكون الطموح، الطموح يكون بالعمل، والطموح يكون بالصدق مع الناس، والطموح يكون بانني كالتزم داخل المنظومه ديالي اللي هي الاتحاد العام شغالي في المغرب. واحد القضيه، انا راني صفحه بيضاء، ما عندي شي واحد ما يكتب فيا او ما يوسخني، ما عندي حتى حاجه، بخير وعلى خير الحمد لله. لكن انا دائما وعدنا وقتها ساظل وفي الاتحاد العام، وما غادي نسمح لاي واحد كان بانه يقيس مناضل او مناضله ديال الاتحاد العام ونتخلى عليها انا، او يقيس مسؤول ديال الاتحاد العام او يتكلم في مسؤول ديال الاتحاد العام، لانني هذه امانه هي هذه. والناس اللي قدام بزاف في الاتحاد العام كيعرفوا باننا في المجلس العام كنا كندخلوا كنتصنتوا الخطاب وكننوضوا نصفقوا نشوف حالتنا كاينه الاخوان ولا ما كايناش، اش كان كيجرأ شي واحد على انه يتكلم؟ احنا لا سيدي، انا بغيت كل شي الناس تكلم والاخوات والاخوان تكلموا في المشاكل ديالنا، هذا هو باش غادي ننمو الثقه فيما بيننا والصداقيه والصراحه والشفافيه فيما بيننا. ولكن كذلك نقاشنا يتم بالاحترام فيما بيننا، ما يمكنش نتجاوزوا الاحترام فيما بيننا. ولذلك انا باسمكم كاملين كذلك، انتم قررتوا بانه فاطمه يحيلوا على لجنه التاديب، لجنه التاديب راه فيها الاخوان، راهم يعيطوا له يستمعوا له يتكلموا معاه يشوف شنو غاديروا معاه، نحن نفوض لهم الامر باسمكم جميعا، متفقين؟ اذا مع بيان سور ما عمرنا احنا كنعيطوا لكل شيء الناس يديروا القانون ويديروا كذا، وتيلا احنا غالطين الاخوان يقول له انتم اللي غالطين، راه ما عندناش مشكله ونعتذر لاي واحد انا غلط في حقه، ما عنديش مشكله. شو الاعتذار الاخوان ها فضيله، احنا كاملين كنخدموا كنخطئوا كنخطئوا في حق اصحابنا واصدقائنا بقصد او عن غير قصد، ولكن ملي كتعتذر لواحد راه كتكبر في عينه، اذا كان انسان وفي قيم انسان اعتذرت راه كتكبر في عينه علي. بذلك نكون قد اختتمنا الدوره العاديه ديال المجلس.